قناة الريان في قطر، ما وجدت من المغاربة أدهشاني. ماشي غير في كازا، من أكادير ومن شي بلدان صحفيين رائعين. ما قبلها لما كنت في عمان التقيت بصحفيين الروعة. إذا الأطول المغربية متواجدة. ماذا ينقصها؟ ينقصها التواصل. التواصل هو اللي كينقصنا، هذا هو النقص ديالنا في البلاد. مثلا رئيس جامعة يبدي يتواصل معك يقول لك عندي هذا النشاط، عندي هذه، جي حضر معايا، ما كاينش إلا القليل، إلا اللي هذا الله. إذا حنا في إطار التواصل، حنا جمعناكم، وهذا يوم تاريخي، لأن إن شاء الله نديروا واحد الصورة اللي غتبقى تاريخية مدى الحياة، ونحن جميعا مقدمون على، أنا ديما كندير المتبين عينيا، لأن ما بقى بين مي، زعما ما بقاش لينا الكثير. والحمد لله بارك الله فيك، ولكن أخرج حق بحمرك، أنا الزمان دوزنا بزاف، تبدا الله يطول عمرك السي عزيز، وحنا صغار كنشوفوا في السبعينات وفي المهم سي حمد الله كنحيي جميع الإخوان. إذا بسم الله يجرى ومرساها سننطلق الإخوان الصحفيين المجندين كلهم معنا كلمة واحدة، الأهداف تكون الأهداف، لأن الأهداف معروفة، هناك تبادل خبرات، هناك تكوين صنصرية، وكاينين أساتذة لا من المغرب ولا من الخارج اللي كيطلبوا منا باش نجيو باش يكونوا الصحفيين التكوين المستمر. وانتم تعرفون الان الصحافه اين وصلت. في الحقيقه راه لا نفتخر بالشعور بالاسى والحزن الى ما وصلت اليه الصحافه في الوقت الراهن، والاساتذه اللي معايا سي حطبيه سي صبار يعلمون جيدا كيف كنا في الاتحاد الاشتراكي، وكيف كنا في مجالات اخرى، وكيفاش كان العز، كان الصحفي له وزن، كان الصحفي له قيمة. الآن تخلطات وتزلطات. على أيين أشكركم مرة أخرى، وأنا فخور بكم. الدليل على أنني فخور بكم هو أن عيناي دمعتها وستدمع إن لم ألي هذا اللقاء. تحياتي لكم مرة أخرى، وشكرا جزيلا. ونحن هنا نشارككم في اي عمل، في اي حاجه، رحنا اسميتو ان شاء الله في النشاط الاول. شكرا للسيد. النشاط الاول رحنا برمجنا على اننا غادي نجيبو ان شاء الله الدراري ديال قنيطره، البوساتي اللي باقي دليل اخر، باقي البوساتي اللي اليوم من الان هداف البطوله. 25 هذا باقي الان حتى في البطوله، كاين بوجمعه، كاين خليفه، كاين جمال، كاين بوعبيد، كاين سميتو بوجمعه، لا الاخوان كامل. اذا بغينا ان شاء الله هذا اول، وغادي ان شاء الله نكرموا شي فعاليات. انا دابا الاول واحد اللي عندي بين عينيه هو السعد العزيز، راكم كتعرفوا هذا العزيز. انا كان واحد السي عبد العزيز، لانك تستحق. كنا صغارا وكنا نتتبعك مع نجوم الكره، على الموس الكبار، وكنت صغيرا كنت واعطيت الكثير في التدريب. راك ديك راه نتكلم على كل واحد فيكم، والله ما سكت، وللكفاءه لاكتب عنه دون ان اتوقف، لانني اعرف قيمتكم، واعرف وزنكم، كما اعرف وزن السي حرمه الله، وكان علي بن ابراهيم، علي كاع الاخوان اللي معنا في القاعه. اذا غادي نسد على نفسي ونقول لكم شكرا كثيرا، وحنا ان شاء الله غادي نعطيو اللجان باش يطابقوا في العام ديالهم. شكرا، وكنشكركم استاذ مره اخرى، رحنا الاشاره، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الرئيس. في الحقيقه كلمة معبرة ومؤثرة جدا لكتصير واحد تاريخي اللي فيه ناس بحالكم وتجمعوا كلهم في واحد نهار معين وفي مقاطعة سيدي بلوط، في المركز الثقافي ديال سيدي بلوط، قد ما هو حزين بفقدان ديالنا ديال الأهرام اللي مشاو هاد اليومين، وكونوا متأكدين بأنني غادي نبقى خادمة لكم وتحت القيادة الرشيدة.
سبحان الله نتوما فخر لنا، فخر لنا نتوما هما السفراء الحقيقيين ديال المغرب في العالم، كنفتخر بكم. انا ماشي قد هذا الاعتراف وماشي قد هذا الشكر هذا، هذا محلكم، محلكم. عشنا مع رؤساء اللي دازوا سيدي بليوط وما يسواوش هاد الوقفه اللي وقفتي. الله يخليك سيدي، الله يخليك. لان عشنا معاهم وخذوا التدير اللي هو حكيم وما تحكموش فيه. شافوا المصالح ديالهم الخاصه ما شافوش ديال المواطنين. وعدد ديال المواطنين كانوا هما السبب ديالهم في التشرف. الحمد لله، الحمد لله على سيدي بليوط. الا كتنتج ديالها بحال هاد الناس الحمد لله. شكرا. حنا دائما انا راه مسمينين معكس حيت في المعقول، حيت انا ما كنتحسر بما والو تنقول الحقيقه، لان ضعنا واحد 10 سنين ولا 12 عام ضعنا في المدينه. الله يحسن ظن الجميع، الله يوفقكم ويوفق الجميع. سيدي الله يسامحك.